الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله من رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين؟ يا أهل الله مش سلي بس الطيبين، ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أزهر العلماء متى شاهدنا الله، بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، وأن تعلي شأن هذا الدين، وأن ترد كيد الأعداء في نحورهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم شتت شمل الأعداء، ارمهم بكل داء، واجعل الدائرة عليهم يا رب الأرض والسماء، إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير. كما نسألك أن تلحقنا بالذين سبقونا على الإيمان، وأن تجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان، بلا سابقة عذاب ولا هوان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. وبعد، فالحديث دائر حول حروف الجر، وهي من حروف المعاني، ومعنى كونها من حروف المعاني أن كل حرف له معنى، ونحن نعلم أن الحرف الذي له معنى يكمن فيه المعنى ويستتر حتى نرى الحرف في جملة. يعني إذا وجد الحرف مستعملا ظهر المعنى، وإن لم يستعمل بقي المعنى أو المعاني فيه كامنة. وهذا ما عرفناه أولا حينما تحدث عن الحرف وبين بأن الحرف له معنى ولكنه لا يظهر إلا عند الاستعمال. يظهر عند إيه؟ الاستعمال. أما الاسم فله معنى والفعل له معنى، والفارق بينهما الزمن، فالفعل مرتبط بالزمن، وأما الاسم فليس الزمان جزءا منه، لأن معنى الاسم يبقى على مدى الزمان، لا يحتاج إلى ربط بالزمن بخلاف الفعل. إذن الحرف الذي معنا من حروف الجر سنرى معناه عند الاستعمال. فإذا قال هذا الحرف لكذا، إذن معناه الذي يقال عند العلماء لا يظهر إلا عند إيه؟ الاستعمال. وسرنا مع الحروف إلى أن وصلنا إلى قول ابن عقيل رحمه الله: وأما الواو فمختصة بالقسم.
لكن اقرأ لنا من أول الأبيات بالظاهر اخصص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نعم، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكر، والتاء لله ورب. وما رووا من نحو ربه فتى، نزر كذاك ها ونحوه أتى. هذا ما قاله ابن مالك، وأنت تعلم بأن المتن يحمل المعاني ولكن بصورة موجزة وفيها خفاء يحتاج إلى بيان، وفيها إجمال يحتاج إلى تفصيل، ولذلك كانت الشروح هي التي تقوم بهذه المهمة بالتفصيل والبيان مع ذكر الشواهد وذكر الأمثلة. ولذلك سيشرح ويقول، تفضل. من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر، وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول، فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي. ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان. يعني نحن عندنا حروف جر لا تجر إلا الاسم الظاهر، ولا يصلح أو لم يسمع من كلام العرب أنها جرت الضمير. فمثلا منذ ومذ هذه حروف جر للزمان، ولا تجر إلا الظاهر الذي يدل على الزمن. فلا تقول لأنه لم يسمع، يعني العرب لم تقل منذه ولا مذه، لأن جرها يكون للزمان بالاسم الظاهر. نعم. فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في، نحو ما رأيته منذ يومنا، أي في يومنا. العرب قالت هذا حينما يأتيه واحد ويقول أين فلان، يقول والله أنا ما رأيته منذ يومنا أو مذ يومنا. إذن المعنى ما رأيته إيه؟ في يومنا. ولذلك قالوا إذا كانت منذ ومذ مضافة إلى الزمان الظاهر في اليوم الذي أنت فيه فهي بمعنى فيه، يعني ما رأيته منذ يومنا أو مذ يومنا بمعنى إيه؟ ما رأيته في هذا اليوم. نعم. وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من، نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة. وهذا ظاهر، يعني من الظاهر حينما يقول المتكلم ما رأيته مذ يوم الجمعة وهو في يوم السبت أو في يوم الأربعاء. إذن ما رأيته من يوم الجمعة إلى يومنا هذا. نعم. وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب، وهذا معنى قوله واخصص بمذ ومنذ وقتا. نعم. وأما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له، وقد شذ جرها للضمير كقوله فلا والله لا يلفي أناس فتى حتىك يا ابن أبي زياد. شرحنا هذا البيت، فيعني قلنا هذا البيت من الشواهد التي لم يعرف لها قائل، فلا والله لا يلفي أناس فتى حتىك، يعني إلى أن يصل إليك يا ابن أبي زياد. هذا مدح. ففي الشاهد حتىك جرت الضمير، وهذا على غير المشهور، وإذا كان على غير المشهور فيسمى إيه؟ شاذا. والشاذ معلوم أنه موجود ولكنه يعمل به على السماع ولا يقاس عليه، يعني نحن نأخذه كما هو، يعني كما سمعناه، لكن لا يقاس عليه في الكلام. نعم يا سيدي.
ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم. ولغة هذيل إبدال حائها عينا. وقرأ ابن مسعود فتربصوا به حتى حين. هذه قراءة أحد، يعني ليست من القراءات المشهورة، ولذلك قال وقرأ ابن مسعود. نعم يا سيدي. وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء، ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما، فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله. يعني الواو والتاء هذان الحرفان مختصان بالقسم، أي واحد يريد أن يقسم يقول والله أو تالله، ولا يذكر فعل القسم، وإنما الواو نفسها في موضع فعل القسم. طالما هي في موضع فعل القسم إذن لا يذكر الفعل، لأن الواو جاء بديلا عن الفعل، فلا يجعل البدل مع المبدل منه، وإنما البدل يكفي والله أي أقسم والله. والضحى والليل إذا سجى يعني أقسم بالضحى وبالليل إذا سجى. نعم يا سيدي. ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول تالله لأفعلن. نعم. وقد سمع جر، يعني لفظ التاء لا يجر إلا لفظ الجلالة فقط، تالله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، ولذلك لم ترد التاء إلا مع لفظ الجلالة تالله لأفعلن. نعم. وقد سمع جرها ربي مضافا إلى الكعبة قال جرها لربي رب الكعبة قالوا تربي الكعبة، وهذا معنى قوله والتاء لله وربي. وسمع أيضا الرحمن. وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك، وهذا غريب. يعني إذن عرف بأن التاء تجر لفظ الجلالة، وقد تجر، ولذلك قال وقد سمع، يعني هذا ليس من باب الكثير، وإنما سمع من يقول تربي الكعبة. طيب ما هو معنى تربي الكعبة؟ يعني ورب الكعبة، يعني أبدلت الواو تاء، وهذا الإبدال موجود في البلاغة، لأن البلاغيين يقولون يعني في الاستعارة يستعار الحرف لإيه؟ لحرف آخر، يعني استعار التاء للواو، إذن صارت التاء في موقع الإيه؟ الواو، إذن الأصل الواو، ولكن جاءت التاء في موضع الواو من هذا الباب، من باب استعارة الحرف للحرف. ورب الكعبة قال تربي الكعبة، وأيضا بدل أن يقول والرحمن قالت الرحمن، إذن جاءت التاء في موقع إيه؟ موقع الواو. ويعني حينما قيل، وهذا هو قول الخفاف في شرح الكتاب، يعني تحياتك يعني وحياتك، قال هذا غريب، يعني هذا لم يسمع، وإنما ما سمع من تحياتك هذا من الأمور الغريبة التي لا يعتد بها. طيب يعني إذن الخلاصة أن التاء تجر لفظ الجلالة، وأما ما جاء من تربي الكعبة وتر الرحمن فهذا مسموع، ونحن نقول إنه جاء حرف في مكان إيه؟ حرف آخر. بالله يعني ستأتي، لأن الباء لها يعني رياض وفيها كلام كثير، تأتي وحدها إن شاء الله. ولا تجر الرب إلا نكرة، نحو رب رجل عالم لقيت،
وهذا معنى قوله وبرب منكرا، أي واخصص برب النكرة. وقد شد جرها ضمير الغيبة كقوله واهن رب واهن ربت وشيك. لا رأبت واهن رأبت وشيكا 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 صدى أعظمه 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 وربه عطبا أنقذت من عطبه. الرب تفيد التقليل، إذا الرب معناها إيه؟ التقليل. ومجرورها يكون دائما نكرة. رب رجل يعني في قليل من الأحوال أقابل رجلا عالما أنتفع به، لذلك حينما يقال رب رجل عالم لقيته يعني لقائي للعالم الذي أنتفع به هذا قليل. إذن الحرف عندنا رب معناه إيه؟ التقليل. رب رجل عالم لقيته حينما نرى في رب في بعض ما سمع أنها جرت الضمير يقال هذا مسموع، يعني هذا من الشاذ. ولذلك قال الشاعر والبيت أنشده ثعلب وليس له قائل موجود في اللسان، قال واهن واهن، هذه يقدمها المتكلم ليدل على ما في نفسه من معنى دار في نفسه. يعني نحن نقول آه، العربي يقول واه، إذن واهن حرف يفيد الاستفتاح مثل ألا. وهنا في الإعراب قال واهن على تقدير رب، أي رب واهن، وعلى هذا تكون رب مقدرة، أي رب واهن، وعلى هذا تكون واهن من وها. وها الشيء بمعنى إيه؟ ضعف. هذا حبل واهن، يعني حبل إيه؟ ضعيف. إذن واهن اسم فاعل، وعلى هذا فواهن في باب الأسماء وهي نكرة. رب واهن. رأيته، ورأيته وشيكا يعني رأيته مصادفة، صدع أعظمه يعني رأيته على هذا الحال ضعيفا، أعظمه كأنها مصدعة. ما معنى مصدعة؟ شققة مكثرة. ثم قال وربه عطبا يعني وأنا أنظر إليه كأنه مريض، لأن الشيء الذي أصابه العطب يعني أصابه الإيه؟ المرض والفساد. أنقذت من عطبه يعني إذا قابلت إنسانا مريضا واهيا أو فيه عطب فيه مرض يحتاج إلى شيء فأنا سأكون بجانبه أنقذ من عطبه. إذن حينما قال وربه التي جاءت مضافة إلى إيه؟ إلى الضمير. إذا أضيفت رب إلى الضمير نقول هذا على غير المشهور، وطالما جاءت على غير المشهور إذن هذا يوضع في دائرة السماع، والسماع معروف اسمع، ولكنك ممن لا يقلد، والسماع نحفظه ولا إيه؟ ولا نقص ولا نقيس عليه. نعم. كما شذ جر الكاف له كقوله خل الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا.
وقوله البيت للعجاج يصف حمار وحش وأتنة، الأتان أنثى الحمار. طبعا هذا مجتمع عربي، مجتمع العربي كان يعيش على أرض جبلية صحراء، يفترشون الحصباء ويلتحفون السماء ويعيشون على المطر، معهم دوابهم من الحمر والأتن، يعني الحمر بما فيها من ذكور وإناث، والجمال والأفراس والأغنام والأبقار، هذا فقط. يعني العربي يعيش على هذا الحال، حيواناته والأرض من تحته والسماء من فوقه، وينتقل، لأن العربي لا يجد حياة إلا مع القطر، مع المطر، فإذا وجد المطر عاش، وإذا انقطع المطر انتقل. ولذلك لا نرى في العرب بلادا، إنما نرى خياما، والخيام موجودة دائما حيث ينزل المطر بفضل الله عليه. فإن انقطع المطر حملوا ما عندهم من أبيات، وهي من الشعر، يعني خيام تحمل على الجمال، وينتقلون من هذا المكان إلى مكان آخر يجدون فيه نعمة الله عليهم. ولذلك عاشوا هذه العيشة، لأن الله أراد لحكمته أن يجعلهم هكذا حتى يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمعهم تحت راية واحدة. تفريقهم لحكمة، لأنهم يتمازجون، يعني هذا الانتقال فيه نوع من الخلط والتمازج. ثم بعد ذلك تأتي القبيلة التي أخذت من كل قبيلة في لغتها، يعني تمازجت كل اللغات، ثم انصهرت في قبيلة وهي قريش، ليخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل القرآن بلغة قريش، ثم بعد ذلك تنتشر الدعوة على بقية قبائل العرب، لأنهم تمازجوا مع بعضهم من قبل، وقريش بينهم لأنها من حول الكعبة لها مكانتها في قلوبهم. إذن هم يأتون إلى قريش لماذا؟ لأنهم يحجون، والحج يجمعهم، وقريش تكرمهم حينما يأتون إليهم في ديارهم. ولذلك نزل القرآن بلغة قريش. سيدي شكر الله لك، بارك الله فيك. نزل بلغة قريش، ولكن القرآن نزل على 7 أحرف. لماذا؟ لأن الله أراد أن يعطي لكل ذي حق حقه، وهو أرحم الراحمين. فالشاعر هنا أراد أن يصف هذا القطيع من الحمر، يقول إن الحمار الوحش معه الأتن، الأتن جمع أتان، والأتان هي إيه؟ أنثى الحمار، يعني الحمار ومعه الأتن من حوله. خل الزنابات، جمع ذنابة، ذنابة آخر الوادي، لأن السيل حينما ينزل على رأس، على قمة الجبل ينزل. ولذلك شبه الكريم بقمة الجبل، وهذا في البلاغة دائما يشبهون الكريم بإيه؟ قمة الجبل، يعني هو رجل في القمة. فإذا نزل المطر على قمة الجبل ماذا سيكون من أمره؟ هل سيبقى على قمة الجبل؟ لا، سينحدر. ولذلك قالوا الكريم هكذا، إذا أتاه المال من أي فج،
من أي مكان فإنه ينزل على الذين من حوله لأنه كريم. هنا في قوله الذنبات آخر الوادي، يعني انتهاء الوادي، قمة الجبل، سفح الجبل، الوادي، القمة في أعلى، السفح يأتي من القمة إلى الوادي، والوادي يمتد في نهايته ذنابة. ذنابة يعني شيء يحجز هذا الوادي، كأنه حجر أو حجارة تحجز الوادي. خل الذنابات شمالا، يعني جعلها جهة الشمال، خلاها تركها، كثب يعني قريبا، لأن الكثب بمعنى الإيه؟ القريب. وأم أو عال، أم أو عال هضبة، الهضبة أقل من الجبل، الجبل أعلى والهضبة إيه؟ أقل. هذه الهضبة جعلها كذلك، يعني جهة الشمال، مثلما صنع في الوديان، أو أقرب، يعني إذن هو يسير مع أتنه بين الهضاب وبين الوديان، يأخذ الأتن يمينا وشمالا، يقترب من هنا ثم يبتعد ويقترب من جهة أخرى. هذا وصف لحال حمار الوحش وهو يعيش في هذا المكان، يعني يذهب يمينا يذهب يسارا، يكون في سفح الوادي يكون في الوادي. الشاهد في كل هذا أنه قال كما شذ جر الكاف له، جر الكاف لمن؟ لأنه قال وأم أو عال كها، الكاف جرت الضمير، وهذا أيضا شاذ، لأن الكاف حرف صغير والضمير شبيه بالحرف، إذن حينما نرى الكاف والضمير وهو الهاء نرى أن حرفا ارتبط بحرف آخر وهما كلمتان، ولذلك قال هذا شاذ، لأن الضمير فيه معنى الكناية، ولذلك يسمى في الكتب القديمة الكنية يعني الضمير. لماذا؟ لأن الضمير كناية عن اسم ظاهر تقدم، حينما تقول زيد كريم وهو، إذن هو عادت على من؟ على زيد، ولذلك يقولون وهو كناية، معنى كناية أنه يشير إلى الاسم الظاهر الذي تقدم. فحينما ترى الضمير مع حرف نقول إذن يعني وجد ما يشبه الحرف مع الحرف، الأول حرف والثاني ضمير، وإن كان اسما إلا أنه على حرف واحد. ولذلك قلنا في بداية الكتاب إن الضمائر بنيت لأنها تشبه الحروف، تشبه الحروف في ماذا؟ في الوضع مثلا، لأن شبهها بالحرف جاء من هذا الباب، أن الضمير يبنى على إيه؟ على حرف واحد أو على حرفين، يشبه الحرف لأن الحرف قد يكون حرفا واحدا، وقد يبنى الحرف على إيه؟ حرفين مثل في، ويبنى على ثلاثة أحرف مثل على ومثل منذ وهكذا. إذن وضع حرف يجر الضمير يجعل الكلام معمى لا بيان فيه، ولذلك حينما يجر الحرف الضمير يقال هذا ليس على المشهور عند العرب، العرب أمة بيان، فكيف يأتون بحرف وقد دخل على ضمير يشبه الحرف؟ على هذا سيكون فيه تعمية، والعرب أمة إيه؟ بيان. ولذلك قالوا هذا أيضا من الشاذ حينما تجر الكاف الإيه؟ الضمير.
خل الزنابات أو الذنابات، يبدو أنها شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا. وأيضا سيأتي بيت آخر، وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا. ولا ترى بعلا، والكلام أيضا للعجاج على الوصف الذي مر، فجعل البعل الذكر والحلائل الأتن. ولا ترى بعلا أي حمارا وحشيا، ولا حلائلا أي ولا أتنا كهو ولا كهن، يعني لا ترى في أرض العرب حمارا كهذا الحمار ولا أتنا كهذه الأتن. هذا هو المعنى، إلا أنه أتى بالكاف وجرت الإيه الضمير كهو ولا كهن إلا حاضر، يعني إلا نادرا. هذا معنى قوله. تفضل. وهذا معنى قوله وما رواه البيت أي والذي روي من جر رب المضمرة نحو ربه فتى قليل، وكذلك جر الكاف المضمرة نحو كها. هذا قليل، قالوا إن القليل لغة، وطالما جعلوا القليل لغة فمن هذا الباب يجوز لنا أن نتكلم بهذه اللغة وأن نكون مسايرين لهذه اللغة، يعني يجوز أن نسمعها وأن نقيس عليها لأنها لغة، وهي وإن كانت قليلة إلا أنه تكلم بها مجموعة من الناس. أما الشاذ فإنه تكلم به واحد، فإذا تكلم واحد من قبيلة يقال هذا يحفظ له ولا يقال فيه إنه أخطأ، لأن العربي لا يخطئ، إنما العربي في زمان الفصاحة ما يقوله يؤخذ منه ولا يخطأ فيه، وإنما حينما تراه مشهورا تؤخذ منه قاعدة، حينما تراه قليلا يجوز لك أن تقلده، حينما تراه نادرا جاء من واحد تقول هذا شاذ، والشاذ عرفناه. انتهينا من هذا. إذن عرفنا أن منذ ومذ تجر الأسماء الظاهرة، ولكن شرطها أن تكون في إيه؟ في الزمان. وحتى سيأتي عليها الكلام، ولكن عرفنا أنها لا تجر الضمير إلا شاذا، وهذا مما لا يقاس عليه. وعرفنا ما جاء في واو القسم والتاء، وستأتي الباء إن شاء الله، لأن الباء ستكون للقسم وتجر الظاهر والمضمر، ولذلك لم يذكرها هنا. عرفنا رب بما فيها، وعرفنا أن الكاف أيضا مثل رب لا تجر الضمير، وهذا لا يكون إلا شاذا. ننتقل إلى حرف واسع وهو من. هل رب يستعمل غير كالتكسير؟ رب لا، رب الأصل فيها أنها للتقليل، ولكن إذا استعملت للتكثير تحتاج إلى مقام، يعني إذا كان المقام يعطينا معنى التكثير إذا تأخذ المعنى مجازا لا حقيقة، يعني إذا استعملت من باب التكثير إذا هذا فرع على الأصل، كما نرى في قد، فإن قد لا تكون إلا مع الفعل الماضي للتحقيق والفعل المضارع للتقليل، وقد تأتي للتكثير، لكن بحسب المقام. قد يعلم الله، إذن قد يعلم الله في مقام الله لا يقال التقليل، وإنما الله عز وجل عليم بذات الصدور،
إذن المقام يحدد المعنى الثاني. واضح؟ تفضل يا سيدي. قوله باعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر تجيء من للتبعيد ولبيان الجنس ولابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدة. من في الحقيقة سنراها في المعاني أوسع دائرة، يعني الحرف من له من المعاني ما هو أكثر من معاني أي حرف من حروف الجر، ولذلك سيضيف لها عدة معاني ستأتي من بعد. ولنا أستاذنا الكبير محمد يسري سيد أحمد زعير حينما درس لنا هذا الباب اختمرت في ذهنه فكرة أن يأخذ من وأن يمر بمعانيها بالمعاني التي تحتها في لغة العرب، يمر بمعانيها التي عرفها من لغة العرب على كتاب الله رب العالمين. وفعلا أقام رسالته للعالمية الدكتوراه على من فقط وأساليبها في القرآن الكريم، وقال في مقدمة بيان الرسالة: كنت أود أن أمر بالمعاني التي جاءت تحت 9 أحرف، يعني كان في نيته أن يأتي بالمعاني في 10 أحرف، وبهذا يكون قد فرغ المعاني التي 10 أحرف وقال إنني أعددت نفسي 9 أحرف. لكن بعد أن انتهيت من في القرآن الكريم وصلت الرسالة إلى الغاية، وطالما وصلت إلى الغاية فهي النهاية، تمت الرسالة على 1 حرف في كتاب الله. وهذا دليل على عظمة القرآن، يعني القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حكيم حميد. فمن حكمة الله في حروف القرآن أن الحرف الواحد يكون زادا كاملا لموضع علمي كامل في زمان طويل. ولذلك بعد أن مرت الأيام والسنون ورأيت نفسي في محل البحث، رأيت أن أدرج على نفس المنهاج وأن أسير في السبيل، فأخذت هل الاستفهامية من الوجهة البلاغية، لأنها من الوجهة النحوية الأمر فيها ميسور، حرف استفهام وينتهي الأمر. ولذلك أنا حينما بدأت في الكتابة عن هل عند الباحثين، فنظرت في كلام اللغويين والنحاة والبلاغيين فرأيت معنى واحدا، وهو أنها حرف ومعناه الاستفهام، إذن ينتهي الأمر. ولذلك قال شيخي عبد الرحمن الكردي رحمه الله رحمة واسعة لما رأني نقلت عن اللغويين وعن البلاغيين وعن النحاة، قال: يعني كل هذا الكلام يدور حول 0.5 سطر، هل حرف استفهام عند جميع الباحثين وينتهي الأمر. لكن حينما نأتي بمعنى هل عند البلاغيين، لا، الباب مفتوح. يعني رأيتها عند العرب لها معان تطول، وفي القرآن الكريم رأيتها في 93 موضعا ولها موضعان فقط على الاستفهام الحقيقي، و91 موضعا
على المعنى المجازي في الاستفهام. ولذلك عشت معها 5 سنوات وانتهت الرسالة فيما يقرب من 500 صفحة، ومع هذا قلت هذه بداية وليست النهاية. يعني أنا وقفت عند بداية الكلام في كتاب الله رب العالمين، لأن كتاب الله من إعجازه أنه يعطي المعنى ويمتد ويطول. ولذلك الحرف الواحد يكفي الإنسان بحثا ويغنيه علما، لأنه سيفتح الأبواب. يعني حينما درست لهل رأيت أبوابا مفتحة، وقد فتح عيني شيخي أحمد الحجار رحمه الله رحمة واسعة، وكان إماما في البلاغة وفي العلوم العربية، قال لي: يا بني، الحرف ضعيف في مبناه، عميق في معناه. يعني هذه كانت منه، قال: الحرف دقيق في مبناه، يعني مبناه خفيف، على حرف واحد، على حرفين، على 3 أحرف، لكنه دقيق في معناه. قال: الحرف يحول الجملة، يعني يؤثر في الجملة، يحولها من المشرق إلى المغرب. محمد كريم، خبرية أم إنشائية؟ خبرية، يعني تحتمل الإيه؟ الصدق والكذب. محمد كريم كلام فيه نسبة الكرم إلى محمد، حقق هذا في الواقع. إما أن يتطابق الكلام مع الواقع وإما أن لا يتطابق، فإن طابق الكلام الواقع فالكلام إيه؟ صادق، وإن لم يطابق فهو إيه؟ كاذب. قال: أدخل همزة الاستفهام، همزة ألف وعليها رأس العين، أدخل الهمزة على الجملة. أمحمد كريم انتقلت تماما من الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب إلى كلام لا يحتمل الصدق والكذب، يعني صارت إيه؟ إنشائية. ما الذي صيرها إلى الإنشاء؟ الهمزة. ولذلك الحروف المبنى فيها نحيف والمعنى فيها دقيق، وهذا ما سترى إن شاء الله في من. فقال في أول الكلام، قال: تجيء من للتبعيض ولبيان الجنس ولابتداء الغاية. ابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا، وتأتي زائدة، وستأتي لها معان أخرى بعد ذلك. اقرأ. ومثالها للتبعيد قوله: أخذت من الدراهم، ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله. ومثالها لبيان الجنس قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. انتظر، حينما تقول أخذت من الدراهم، ما المعنى المقصود؟ بعض الدراهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر المعنى في الكلام. من الناس يعني إيه؟ بعض الناس. ولذلك أستاذنا يسري قال إن من إذا جاءت بمعنى بعض وحكمنا بالإعراب على المعنى، لأن الأصل في الإعراب المعنى، وقالوا الإعراب فرع المعنى. الإعراب إيه؟ طيب إذا كان الإعراب فرع المعنى، إذن ومن الناس من يقول، بعض الناس يقول، إذن من هنا في موقع المبتدأ، في موقع إيه؟ ولذلك الشيخ كان من رأيه إذا جاءت من في موضع اسم، في موضع ايه؟ اسم، تكون اسما، يعني حول الحرف الى ايه؟ الى اسم. وقال لان الحكم صدر من المعنى لا من المبنى، الحكم صدر من ايه؟ من المعنى، لان المعنى هو الاصل، المعنى هو الذي يؤخذ في
دائما في الذهن ونراه في القلب، ثم يعبر عنه إما باسم أو بفعل أو بحرف. والبلاغة دائما فيها المعاني هي التي يتلقاها الإنسان أولا، وإذا كانت المعاني في النفس استطاع المتكلم أن يعبر عنها تعبيرا يؤدي إليها، إما أن يعبر عن المعنى باسم أو بفعل أو بحرف. وإذا كان المعنى يعبر عنه باسم وجاء في مكان الاسم حرف، إذن الحرف جاء في موقع الاسم، والشيخ له رأيه يعني، وجعل رأيه هذا بالأدلة من كلام العرب، إذا وقع الحرف في موقع الاسم فإنه يتحول إلى اسم عن طريق المعنى. إذن من هنا جاءت للتبعيض. ولذلك الدليل على أن من للتبعيض أنك لو وضعت في مكان من بعض لرأيت المعنى صحيحا. أخذت من الدراهم يعني أخذت إيه؟ بعض الدراهم. هذا ما جاء في من التي للتبعيض. أما مثالها لبيان الجنس فاجتنبوا الرجس من الأوثان. حينما تكون من في هذا الموضع ترى ما بعدها تفسيرا لما قبلها، ما بعدها إيه؟ تفسيرا لما قبلها وبيانا لما قبلها. لو حذفت من لرأيت الكلام صحيحا سليما معافى. فاجتنبوا الرجس أبدل الأوثان. إذن الأوثان هنا بدل من إيه؟ من الرجس. ولذلك قالوا من هنا لبيان معنى الجنس الذي قبلها. إذن من هنا بيّنت ما قبلها بما بعدها. إذن من هنا بيّنت إيه؟ ما قبلها، لأن فيه شيئا يحتاج إلى بيان، فيه بعض الإبهام. إذن جاء الذي بعدها لإيه؟ لبيان ما قبلها، ووقع بينهما. ولذلك قالوا من لبيان الإيه؟ الجنس. تفضل. ومثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وقول الشاعر تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. نعم. هذا يدل على أن من للابتداء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مساجد تبنى على معنى، والديار والبيوت والبلاد والأعمال، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك العمل بالنية. مسجد أسس على نية التقوى ونية أن يأتي فيه الناس ليعبدوا الله. هذا المسجد أحق أن تقوم فيه. ثم قال من أول يوم، يعني ابتداء من أول يوم بدأوا فيه تأسيس هذا البيت. إذن من تفيد إيه؟ الابتداء. ولكن الابتداء هنا في الزمان. إذن الابتداء قد يكون في الزمان وقد يكون الابتداء في المكان، لأن الابتداء في المكان هو الأصل،
والزمان يأتي على المكان. لذلك من تنظيم الله بقدرته وكرمه علينا في ملكوته أنه خلق المكان ثابتا، فجبل عرفة هو جبل عرفة الذي وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأيام تغيرت، لأن الأيام تأتي وتزول، تأتي وتزول، يعني النهار يأتي بعد الليل وينتهي النهار فيأتي إيه؟ الليل. وجعل المولى تبارك وتعالى الليل لباسا والنهار معاشا ليعيش الناس حياتهم لكن على أرض الله الثابتة. فأرض الله ثابتة، أما الزمان فإنه يتحول ويتغير. لذلك أنا في السعودية أحد الشيعة سألني وقال: لماذا لم يكن القسم في كلية الشريعة هناك والدراسات الإسلامية لم يكن القسم قسم التاريخ وسمي بقسم الجغرافيا؟ والله أنا أدرس البلاغة، سواء كانوا في التاريخ في الجغرافيا أنا ليس لي من شأن فيها. ثم لمع في ذهني هذا المعنى، قلت له: والله هم يعني يملكون الحق في أيديهم، لأن الجغرافيا للمكان، المكان لم يتغير منذ خلقه الله عز وجل. عوامل التعرية تأتي كل مئات الأعوام، كل مئة عام أو أقل أو أكثر يعني. ويعرف أن هذا المكان كان فيه جبل، ولكن أغلب الأماكن على ما هي عليه. إذن فالجغرافيا العلم فيها له أثر ثابت أمام العين لا يمكن أن يتطرق إليه الكذب. قلت له: أما التاريخ فإنه تاريخ الأيام، والأيام تتغير والناس تتحول، وقد دخل في التاريخ ما دخل من الأكاذيب، ولذلك تسميته بقسم الجغرافيا أولى من تسميته بقسم الإيه؟ قسم التاريخ. كان هذا يعني جوابا جاء على هذا الحال. هو يريد شيئا وأنا أعرف الغاية، أنه يريد أن يصل إلى أن أهل التاريخ يثبتون لأهل البيت تاريخا، وأن لأهل البيت كذا وكذا، وأن الذين كانوا في أيام مولانا الإمام الحسين صنعوا كذا وكذا. قلت: هذا كلام نحققه نحن والحمد لله تحقيقا علميا دقيقا عندنا في كلية اللغة العربية في قسم التاريخ. قلت له: لأننا لا نميل يمينا ولا شمالا، وإنما نسير في العلم سيرا حثيثا نطلب الحقيقة أينما كانت في التاريخ أو في الجغرافيا. أما هنا عندكم فالحكم لكم. فالرجل يعني قال كلاما طويلا لا داعي لمحله، ولكن نحن حينما نأتي إلى من فإنها لابتداء المكان، وهذا مقدم على الزمان لأن المكان مستقر، وتأتي من لبدء الإيه؟ الأزمنة أيضا، ولكن المكان يقدم على الإيه؟ على الزمان. والنحاة دائما يقولون بظرف المكان وظرف الإيه؟ وظرف الزمان. وكل فعل لابد أن يقع في زمان وأن يقع في إيه؟ في مكان. يعني نحن الآن ندرس في هذا المكان أولا، ونأتي في هذا الزمان، يعني كلما جاء يوم السبت نأتي، لكن المكان واحد. إذن الزمان يتغير، أما المكان إيه؟ قار مستقر. إذن ابتداء الغاية في المكان هذا أمر ثابت وهو في البداية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
وحينما يقال أسرى المادة سرى، وفيها سرى وفيها سارى، يعني عندنا في الفعل صورتان سار وسرى. سار بالألف يعني مشى ليلا أو نهارا، يقال سار، سار في الطريق. لكن سرى بدون ألف وبعد الراء ألف وتكتب ياء، لأن المضارع سرى يسري، ودائما المضارع هو الذي يبين الأصول، يعني الفعل الماضي يعطيك صورة. إذا أردت أن تعرف الأصل في هذه الصورة عليك بالإيه؟ بالمضارع. إذن سرى يسري، سار يسير. إذن الألف سواء كانت من سار أو من سرى فأصلها الياء، لكن معنى سرى مشى ليلا. إذن سرى من السرى معناها المشي إيه؟ طيب، لكن حينما يقال سرى مشى ليلا بنفسه، إذن لو قيل سرى محمد في الليل يعني مشى ليلا بنفسه هو. فإذا أردت أن تعديه، أن تجعل السير من واحد لواحد، هذا هو معنى التعدية، تجعل السير من واحد لإيه؟ يعني الفعل يكون للثاني ولكن جاء من الأول، تقول أسرى. إذن أسرى محمد بعلي، يعني هو الذي أخذ بيده وأركبه وعاونه وسار معه. أسرى محمد بعلي، إذن صار علي لا يملك في سيره شيئا، لأن الذي جعله على هذا الفعل هو الأول محمد. ولذلك حينما تسمع قوله تعالى سبحان الذي أسرى، أسرى هو يعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. أسرى بعبده، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له في هذا الفعل إلا ما كان من الله له. يعني إذن المولى عز وجل هو الذي أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم قوة السير، وأرسل إليه من يكون معه، وأرسل إليه المركبة التي تحمله. ثم إنه لما وصل إلى المكان الآخر إلى المسجد الأقصى أيضا أحضر له الأنبياء وكان ما كان، ثم إنه جعله يصعد. إذن المولى هو الذي صعده إلى السماء، كل هذا لم يكن بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بفعل الله رب العالمين. ولذلك المشركون كانوا غير متعقلين حينما حكموا ما عندهم من قواعد في صنع الله عز وجل. يا محمد أنت سرت من هنا من مكة إلى بيت المقدس في ليلة وعدت إلينا، هذا لا يكون، هذا لا يكون على قواعدهم هم. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسير بنفسه هو وقواته هو لكان كواحد فيهم لا يستطيع، ولكن الذي أسرى به من يملك السماوات والأرض، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول للشيء كن فيكون. هذا ما كان في معنى سرى، وهو من باب التحشية على الآية. أسرى بعبده ليلا من، إذن هذا ابتداء الإيه؟ المكان، من المسجد الحرام، من بيت ربه. ولذلك انظر، من بيت ربه بقوة ربه
ومعونة رب، يعني أخذه من بيته بملائكته ومعونته إلى مكان آخر أيضا هو بيت ربه، ثم عرج به إلى السماوات العلى. ولذلك يعني حينما نأتي إلى السيرة النبوية إن شاء الله تعالى، ويأتي هذا المكان إن شاء الله، يعني سنطرح فيه السبب الذي كان من أجله كانت هذه الزيارة إلى السماوات. وسأقول ما خلاصته، إن السماوات لما رأت الأرض ولد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت بأن رسول الله أشرف الخلق على الإطلاق، إذن أشرف الخلق ولد في مكان، إذن المكان كله صار شرفه بشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن صارت الأرض أشرف من السماوات، فطلبت السماوات أن يزورها هذا الذي شرف الكون، فكان المعراج إلى السماء حتى تشرف السماء برسول الله. يعني هذا كلام سيقال في موضعه ويبسط إن شاء الله. الباء ستأتي إن شاء الله، هي أسرى بعبده. الباء فيها معنى الملاصقة، يعني قوة الله عز وجل كانت في النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة له، يعني ليس هناك فارق يفرق قوة الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وستأتي الباء للإلصاق والباء لكذا وكذا، ومنها إذن من الابتداء الإيه؟ الابتداء المكان، ابتداء الزمان كما رأينا في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني من بداية أول يوم. ومن هنا نأخذ أن المساجد التي تبنى لغايات هي مساجد والناس يصلون فيها، ولكن الغاية هي التي تحدد الثواب، ثواب على النيات، إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. سيدنا الحسن رضي الله عنه أرضاه قال وإنما يعطى الناس على قدر نياتهم، يعني الأعمال موجودة والأبنية مرفوعة، ولكن الثواب عليها لا يكون على بنائها ولا على تشييدها ولا ما وضع فيها من أموال، إنما يكون على ماذا؟ على نيات الناس الذين أقاموا هذا البناء. إذن من أول يوم معناها ابتداء من أول زمان في اليوم الذي بدأوا فيه العمل. وأيضا في قول الشاعر هذه السيوف، لأن البيت للنابغة، والنابغة كان مشهورا بالشعر، ويتكلم هو عن أيام الحرب، ولذلك جاء في قوله من أزمان يوم حليمة، يوم حليمة من أيام العرب المشهورة، وحليمة يا بنت الحارث بن أبي شمر الغساني، أضيف إلي هذا اليوم لأن أباها لما عزم على توجيه جيش للمنذر ابن ماء السماء أمرها فجاءت ومعها الطيب فطيبت الجنود تكريما للجنود، لأنهم سيأتون بالنصر لأبيها والمكان الذي يعيشون فيه. ولذلك يعني سمي بهذا اليوم الذي طيبت فيه حليمة الجند سمي إيه؟ يوم حليمة. قال تخيرن، أي هذه السيوف جاءت مختارة مصطفاه من أزمان يوم حليمة، يعني بداية من أول زمن في يوم حليمة إلى اليوم، قد جربن كل التجارب. ومعروف عن العرب أنهم كانوا أرباب سيف
وأرباب يعني طعان، ولهم مع شجاعتهم قصص مشهورة. ولما جاء الإسلام والحمد لله حول الناس من الظلمات إلى النور، لأنهم كانوا في حربهم يعيثون في الأرض فسادا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومكث يدعو إلى الله في مكة المكرمة ولم يرفع سيفا على أحد وهو في مكة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلن على الناس أن الإسلام دين السلام وتحيته السلام. إذن هو لم يحارب بعد ذلك إلا دفاعا وردا للعدوان، ولم يجبر أحدا على الإسلام، وإنما الإسلام سار في قلوب الناس مسير الشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها، يعني نورهم فهم الذين أقبلوا عليه. وقال له المولى عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. طالما تبين الرشد من الغي إذن كل واحد يسير كما يشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر. شيخنا الجعفري في هذا المكان في الأزهر كنا يعني نحاول ونحن شبابنا نتكلم ونحتد ونشتد، يقول: يا أولادي دعوا الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يقلب الله حالا بعد حال. ويقول: من لم يصلح للجنة صلح للنار وينتهي الأمر. لذلك يعني رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تكريما، ولم يجبر واحد على الإسلام. لكن العرب تخيرن من أزمان، يا هذه السيوف متخيرة للضرب والطعن، من أزمان يوم حليمة، من زمان إلى اليوم قد جربنا كل التجارب، يعني جربناها فهي ماضية، وحاربنا بها وكان لها ولها. هذا كله من باب الفخر الذي انتهى أمره بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في من التي جاءت للتبعيض ولبيان الجنس وللابتداء، إما في المكان وإما في الإيه؟ في الزمان. بعد ذلك قد تأتي من زائدة. الوقت يعني سيأخذنا حتى لا نضيع ما في البلاغة، سنقف عند من الزائدة. علم حتى إذا أكرمنا الله وآتينا نتكلم عند الزائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والكرامة والإمداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامك كلمتين، يا هلا الله مشتاقلي بسها الطيبين مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء.